السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا معكم في قناة سانياتينو. أنا يونسو، راح أكون معلمتك في تعلم اللغة الكورية في البيت إن شاء الله. قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات كي تصلك فيديوهاتي القادمة بإذن الله. نبدأ على بركة الله في أول فيديو لتعلم اللغة الكورية من الصفر. خذوا ورقة وقلم، جهزوا أنفسكم ونبدأ الآن. حسنا، سوف نسمي أول درس في تعلم اللغة الكورية بالمحور الأول، لأنه راح يأخذ بعض المفاهيم عن تعلم اللغة الكورية وبعض المعلومات عنها يعني بشكل مبسط وسريع. مثل ما بتعرفوا اللغة الكورية اسمها بالكوري هانجوجو. اللغة الكورية هي هانجوجو، والحروف الأبجدية في اللغة الكورية تسمى هانجل. اللغة الكورية هي هانجوجو. هانجوجو يعني اللغة الكورية. الحروف الأبجدية هي هانجل. هانجل. عندنا الحروف الأبجدية في اللغة الكورية تنقسم، أو سوف نقسمها إلى قسمين أساسيين. القسم الأول راح نسميه الحروف الساكنة. الحروف الساكنة، بما أن الحروف الأبجدية أو هانجل في اللغة الكورية تتكون من 24 حرف، فيعني منها الحروف الساكنة ومنها حروف العلة. الحروف الساكنة حوالي، أو عندنا يعني exactly 14 حرفا، حروف العلة عندنا 10 أحرف. راح أبدأ أشرح لكم حروف العلة العشر. حروف العلة هي vowels في اللغة الإنجليزية، أو لي فويال في اللغة الفرنسية، وهي الحروف التي تساعد على تحريك الحروف الساكنة. حروف العلة في اللغة الكورية هي التنوين في العربية، الضمة والكسرة والفتحة، وأيضا المد، مثلا يا، يو، يي. هذا المد هي حروف علة، وهي نفسها الحروف التي أتكلم عنها في اللغة الكورية. عندنا حروف العلة في اللغة الكورية هي قسم قائم بذاته. احنا قسمنا الحروف الكورية أو الهانجل إلى قسمين، الحروف الساكنة والحروف المتحركة. الحروف المتحركة بحد ذاتها تنقسم، أو فيها فرع تسمى بالحروف المركبة. هذه الحروف المركبة يعني هي أصلها حروف علة فقط، يعني بنستعمل فيها حرفين من حروف العلة. أما عن الحروف الساكنة هلأ، الحروف الساكنة هي الحروف مثل الباء، التاء، الثاء، الجيم إلى آخره. هناك فرع آخر منها ونستعمل أيضا منه حرفين، وتسمى حروف مشددة. راح اكتبها هلا مشان ما تتخربطوا. قلنا عفوا الحروف، طبعا الحروف الكورية تنقسم الى قسمين، الساكنة والمتحركة، عفوا، او العلة. الساكنة هناك قسم أو فرع منها يسمى حروف مشددة، والمتحركة فرع منها يسمى حروف مركبة. يعني هذه من حرفين وهذه أيضا من حرفين، سوف أتكلم عنهم. راح نتعلم حرف واحد متحرك وحرف واحد ساكن. اللغة الكورية أو هانجوجو تخضع لنظام المقاطع الصوتية، يعني مثلها مثل اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. مثلا احنا راح نكتب كلمة فاطمة، فاطمة بالفرنسية أو بالإنجليزية مقطع ف
مقطع تي ومقطع ما، يعني فا بلس تي بلس ما، تعطينا الكلمة فاطمة. مثلها مثل اللغة الكورية، اللغة الكورية كذلك تخضع لنفس المنطق أو لنفس النظام. أي كلمة في اللغة الكورية نحتاج إلى حرف ساكن، هذا يمثل حرف ساكن، وهذا حرف متحرك. نحتاج إلى حرف ساكن زائد حرف متحرك، كذلك هذا يسمى مقطع صوتي بسيط، هذا يسمى مقطع صوتي بسيط. مقطع صوتي بسيط يتكون من حرفين، حرف ساكن زائد حرف متحرك فقط، هذا هو المقطع الصوتي البسيط. المقطع الصوتي المتوسط يتكون من ثلاث حروف، حرف ساكن زائد حرف متحرك زائد حرف ساكن. أما عن المقطع الصوتي المعقد، نجد فيه أربعة حروف، حرف ساكن، حرف متحرك، حرف ساكن زائد حرف ساكن. دائما في أي مقطع من المقاطع الصوتية أو أي كلمة في اللغة الكورية يجب أن تبتدئ بحرف ساكن، يعني لا تستطيع أن تكون كلمة تبدأ بحرف متحرك، هذا غير جائز في اللغة الكورية. لا نستطيع كتابة كلمة بداية بحرف متحرك. سنتعلم الآن كيف نكتب مقطع صوتي بسيط، وذلك باستعمال حرف متحرك وحرف ساكن معا. ولكن دعونا نبدأ أولا بتعلم حرف ساكن ثم حرف متحرك، يعني حرف ساكن واحد وحرف متحرك واحد، ومن ثم سوف نسترسل في تعلم الحروف الباقية. لدينا أول حرف ساكن سوف نتعلمه في اللغة الكورية اليوم هو نين. نين هذا الحرف هو حرف أو يقابله حرف النون في اللغة العربية وحرف الآن في اللغة الفرنسية والإنجليزية. دعوني أقول لكم أن الحروف الكورية أو اللغة الكورية هي لغة تقريبية فقط للغات التي نعرفها، يعني هي ليست هي لا تشبه في طريقة نطقها إلى الحروف العربية أو إلى حروف أخرى. ينطق لا، لكن في بعض الأحيان أو في بعض اللكنات في اللغة الكورية هناك من ينطقه قريبا من حرف الدال. لدينا مثل في كلمة ني، هناك من ينطق كلمة ني وتعني نعم باللغة الكورية عفوا، يقولون دي دي، يعني تحس انها يعني مايلة شوي على حرف الدال اكثر من النون، دي دي. هناك من ينطقها ني يعني بحتة، ولذلك هو يعني هو حرف تقريبي، ولكننا سوف ننطقه نونا عشان ما تتخربطوا. هذا حرف ساكن، وحرف الساكن الأول الذي درسنا. اكتبوا معي ولا تنسوا أي ملاحظة أو أي شيء بخصوص هذا الدرس، لأنه هو درس مهم جدا، ممكن هو أهم درس في تعلم اللغة الكورية بكل. الحرف الثاني قلنا لكي نكون مقطع صوتي بسيط سوف نتعلم حرف واحد ساكن مع حرف واحد متحرك. حرف متحرك سوف نأخذ أبسطهم هو هذا الحرف أو هذا الصوت آه. هذا ينطق آه آه. هذا الحرف لا يوجد في اللغة العربية آه، لأنه لا نستطيع أن نكتب إيمان بهذا الحرف، لأن هذا الحرف لو كتبنا يعني اسم إيمان بهذا الحرف تصبح إيمان وليست إيمان. لكن ضعوا في ذهنكم أنه هذا الحرف ليس الحرف الذي سوف نستعمله في كتابة أو غير موجود في اللغة العربية، لأنه حرف مفخم، هذا حرف آ
آ. حاولوا تنطقوه معي. آ آ. حسنا، الآن عندنا حرف ساكن وهو النون أو دين، وحرف متحرك هو آ. كيف نكتب مقطع بسيط؟ الحرف الساكن هو الأول وهو نين بلس حرف المتحرك آ. تعطينا؟ نعم. دا دا دا. انطقوا معي. دا دا. ملاحظة بخصوص كتابة الحروف مع بعضها، الحروف المتحركة إذا قسمناها من ناحية الشكل راح نلاحظ أنه عندنا في طريقة الكتابة طبعا حروف طولية، وعندنا حروف عرضية يعني تكتب بالعرض. الحروف الطولية مثل حرف آ، مثل حرف العلة آ، هذا حرف طولي لأننا سوف نكتبه طوليا، وبما أننا كتبناه طوليا الحرف الساكن يجب أن يخضع كتابة لحرف العلة. هذا الحرف يعني هو حرف طولي، لذلك يجب نين أن نكتبه طوليا. هيك نكون فهمنا كيف نكتب مقطع صوتي بسيط باستخدام حرف العلة آ وحرف الساكن نين. وعرفنا كمان أنه الحروف الطولية هي التي تكتب شاقوليا مثل حرف آ، حرف العلة آ اللي عندنا. هناك يعني حروف عرضية تكتب بالعرض، وأنه الحرف الساكن يخضع كتابيا لشكل الحرف المتحرك. الآن سوف نتعلم حرف ساكن جديد مع حرف متحرك جديد، وأيضا سوف نتعلم كيفية كتابة مقطع صوتي متوسط. بما أننا درسنا حرف المتحرك بشكل طولي، سوف ندرس الآن حرف عرضي أو حرف علة عرضي. مثلاً نبدأ بالحرف أو نبدأ بحرف العلة، ينطق أو أو. حاولوا تنطقوا معي أو. هذا الحرف ويرمز له بحرف الأو، ينطق أو أو. راح ندرس حرف كيك. هذا الحرف ينطق كيك كيك، هو حرف تقريبي ما بين حرف الكاف وحرف جا بينهما، يعني هو لا ينطق كافا بحتا ولا ينطق جا بحتا، هو بينهما. راح نحاول نكتب مقطع صوتي بسيط أولا، ثم نقوم بتطبيق قاعدة المقطع الصوتي المتوسط. كما قلنا المقطع الصوتي البسيط مما يتكون حرف ساكن زائد حرف متحرك. في حالتنا نقوم بكتابة حرف كيك بلس حرف العلة أو. تعطينا؟ شوفوا كيف يتغير شكل كتابة حرف الساكن على حساب الحرف المتحرك، يصبح لدينا كو كو. ركزوا جيدا في النطق، ينطق كو 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 كو. كيك بلس او يعطينا كو كو. لماذا غيرنا كتابة حرف كيك؟ ببساطة لأنه استعملنا حرف علة عرضي وليس طولي. حسنا، سوف نقوم بكتابته مع حرف طولي وهو نفس الحرف الذي درسناه سابقا، كيك بلس آ يعطينا كا 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 كا. أصبح يعني بشكل طولي أكثر لكي
كيك بلس آ يعطينا كا، ويكتب بهذا الشكل يعني لكي يتناسب شكليا مع حرف العلة الطولي آ. اكتب هذا الأول وبعدين حرف العلة هو الثاني. هنا يكتب كيك هو الأول بعدين حرف العلة هو الثاني. تذكروا إنه كيك إذا كان مع حرف علة عرضي يكتب هكذا، وإذا كان مع حرف علة طولي يكتب هكذا، وتختلف الأشكال تقريبا. هناك من يكتبه هكذا. راح نحاول نكتب الحرف كيك والحرف العلة أو في مقطع صوتي متوسط. قاعدة المقطع الصوتي المتوسط ماذا تقول؟ تقول نستعمل حرف ساكن زائد حرف متحرك زائد حرف ساكن. نطبق القاعدة على الحروف التي درسناها. سوف نأخذ حرف كيك. كيك زائد حرف الطولي آ زائد كيك، ماذا يعطينا؟ انظروا جيدا، عفوا انظروا جيدا على كيفية كتابة المقطع الصوتي المتوسط طوليا ثم عرضيا. نقوم بكتابة الحرف الصوتي أو الحرف الساكن أولا ثم الحرف المتحرك، وبعدها نقوم بإضافة الحرف الساكن أو الحرف الأخير. كيك بلس آ بلس كيك تعطينا، وهيك يعني تقرأ هذا الأول يكتب بعدها هذا ثم هذا، تقرأ بهذا الشكل هكذا، تقرأ بهذا الشكل يعني هيك. نحاول نقرأها مع بعض. كا 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 هيك، بسيطة جدا. احنا هلأ تعلمنا 4 حروف، حرفين علة وحرفين ساكنين. كذلك تعلمنا كيفية كتابة مقاطع صوتية، مقطع صوتي بسيط ومقطع صوتي متوسط. يعني انتم هلأ تقدروا تكتبوا كلمات بسيطة بهذه المقاطع الصوتية البسيطة والمتوسطة. مثلا راح اعطيكم مثال يعني على الكلمات اللي تقدروا تكتبوهم بهذا الحروف. عندنا دين كيك آ أو، وتعلمنا كمان كيف نكتب مقطع صوتي بسيط ومقطع صوتي متحرك. نقوم بتطبيق ما درسناه الآن. كيف نكتب اسم نانا؟ نانا نانا تكتب هيك. أولا قبل كل شيء، أي مقطع صوتي سوف نقوم بالكتابة أو الاعتماد عليه في كتابة هذه الكلمات، حاولوا إنكم تقسموا الكلمة اللي أنتم بدكم تكتبوها إلى مقاطع، بعدين حاولوا إنكم تطبقوا شو درسنا أو ماذا درسنا على هذه المقاطع. عندنا كلمة نانا. نانا تقدر تكتبوها باللغة الفرنسية أو الإنجليزية. المقاطع الصوتية الموجودة في كلمة نانا هي تتكون من نا نا، يعني من مقطعين صوتيين. هذا الحرف هو حرف ساكن زائد حرف متحرك، ونفس الشيء بالنسبة إلى المقطع الثاني. وبما أنه حرف ساكن زائد حرف متحرك تشكل لنا مقطع صوتي بسيط، هذا يعني أننا سوف نكتب
نا دين زائد آ تعطينا نا. هكذا نكون قد كتبنا الجزء الأول أو المقطع الصوتي الأول من كلمة نانا. وبما أنه المقطع الصوتي الأول يشبه المقطع الصوتي الثاني، فنحن أيضا راح نضيف أو نكتب نفس، يعني بتصير هيك. احنا هيك كتبنا أول كلمة باللغة الكورية، كتبنا نانا نانا. راح أعطيكم مثال آخر، ولكن هذه المرة هي كلمة كورية، هي كلمة كورية بحتة الكل يعرفها، هي كلمة نونا. نونا باللغة الكورية تعني أختي الكبيرة، ويقولها الأخ لأخته، يعني ليست الأخت لأختها، يقولها فقط، هي مخصصة للذكور أو للإخوة لما ينادوا أخواتهم الكبار البنات، بيقولوا نونا نونا. كيف نكتب نونا؟ نفس الشيء، إذا أردتم أن تكتبوها باللغة العربية أو باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، بما أننا أعطينا مثال باللغة اللاتينية في أول المثال، سوف نقوم بشرح أكثر باستعمال اللغة العربية. هذا الحرف هو حرف ساكن، حرف النون، وهذا المد هو حرف العلة في اللغة العربية، اللغة الكورية. نفس الشيء بالنسبة للجزء الثاني من المقطع الصوتي. عندما قسمنا المقطع أو عندما قسمنا الكلمة، تحصلنا على مقطعين صوتيين، نو نا نو نا، يعني نون زائد واو، نون زائد نون زائد ألف أو مد، نو نا. وتشبه في طريقة كتابتها إلى قاعدة مقطع الصوتي البسيط. نقوم بتطبيقها على الحروف الكورية، لين زائد أو تعطينا مثل ما قلت سابقا أن الحرف الساكن يغير شكله لكي يتناسب مع حرف العلة المكتوب معه، نو. الثاني أو المقطع الثاني نا نا، يصبح عندنا المقطعين هيك، بنكتب أو بنركب المقطعين مع بعض فنتحصل على نو نا نو نا. هذه ثاني كلمة في اللغة الكورية اللي كتبناها حد الساعة، نونا وتعني الأخت الكبرى الكبرى. هيك تعلمنا كيف نكتب كلمات بسيطة جدا باستعمال حروف التي درسناها، وأيضا بتطبيق قاعدة كتابة المقطع الصوتي البسيط. نستطيع تكوين ثلاث كلمات كورية فقط باستعمال هذه الحروف. مثلا كلمة دوغو دوغو دوغو، وتعني من باللغة الكورية. دوغو يعني من. دوغو، كيف نكتب كلمة دوغو؟ حاولوا توقف الفيديو وكتابتها بأنفسكم، ثم أعيد تشغيل الفيديو لتروا تصحيح الكلمة. نكتب الكلمة مثل ما سمعناها، دوغو دوغو. تستطيعون كتابتها باللغة العربية أو باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، ومن ثم تقسيمها على حسب استماعك للمقاطع. كون من دوغو، يعني من مقطعين صوتيين. المقطع الأول مما يتكون؟ يتكون من حرفين، حرف ساكن وحرف العلة. نفس الشيء بالنسبة إلى المقطع الثاني، وبذلك نكتشف أو يتضح لنا أنه الكلمة تتكون من مقطعين بسيطين، مقطعين صوتيين بسيطين. الآن نحاول أن نركبها أو نركب الكلمة الكورية، نعيد تشكيلها بالحروف الكورية.
لين زائد او تعطينا الان كير زائد او تعطينا كو. الان نجمع المقطعين الصوتيين البسيطين لنكون الكلمه عفوا فنتحصل على الصوت البسيط الاول ثم نكتب المقطع الصوتي البسيط الثاني يعني نو لوغو 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 وتعني من باللغه الكوريه نون اكتبوها باللغه العربيه او باللغه الفرنسيه وحاولوا انكم تستخرجوا المقاطع الصوتيه الموجوده فيها نون نون هي مقطع صوتي واحد يعني لا تستطيع ان تقول نو ن لا تستطيع هذا خاطئ هي تبقى نون اذا هي كلها مقطع صوتي واحد نقوم بتجزيء هذا المقطع الصوتي فنجد انه يتكون من حرف ساكن زائد حرف علة زائد حرف ساكن وهي نفس قاعدة المقطع الصوتي المتوسط اذا هون ليست مقطع صوتي بسيط بل مقطع صوتي متوسط نحاول نكتب هذه الحروف باللغة الكورية عندنا لين زائد او زائد لين كيف نكتب هذا المقطع الصوتي المتوسط سوف نقوم بكتابة الحرف هذا هو الأول وبعدين هذا الحرف ثم الحرف الأخير مع الأخير هكذا يكتب بما أنه المقطع عرضي سوف نقوم بكتابته بهذا الشكل قم بكتابة لين بعدها الحرف المتحرك او تعطينا دو بعدين بنحط آخر حرف هون هكذا تشكلت لنا كلمة نون وتعني عين وكذلك تعني الثلج هكذا كتبنا كلمة نون عين أو ثلج باللغة الكورية باللغة الكورية وهذه يعني بتمثلنا مقطع صوتي متوسط كلمة عبارة عن مقطع صوتي متوسط جوجل تقريبا هي نفس طريقة الكتابة كلمة نون نون يعني تتكون من مقطع صوتي متوسط واحد فيها حرف ساكن وحرف متحرك وحرف ساكن كيك زائد او زائد كيك تعطينا نتبع نفس طريقة كتابة اللي تعلمناها قبلا قلنا انه هذا الاول بعدين هذا الثاني ثم هذا الثالث نكتب كيك هكذا بما انه شكل هذا الحرف العلة عرضي كو ك كوك 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 تعني حساء تجدها في الكثير والكثير من الكلمات الكورية مثل هانجوك مثل تونجوك مثل يعني عندها وعندها معاني على حسب موقعها في الكلمة الفيديو القادم إن شاء الله سوف نتعرف على حروف جديدة أخرى وكذلك سوف نتعرف على المقطع الصوتي المعقد وكيف نكتبه مع الحروف التي سوف نتعلمها وكذلك مع الحروف التي تعلمناها الآن إن شاء الله تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو وانتظرونا في فيديو جديد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته